لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى: الديون تحيط بالعراق والموازنة تضخمت من دون تحقيق زيادة تنموية. في موقع ألترا عراق: اتهام مسؤول الرفيع ببيع مناصب وابتزاز ضباط، والداخلية تتوعد. في صحيفة الزمان: مسيرة احتجاجية غاضبة قرب الخضراء للمطالبة بفرص عمل للخريجين. في العربي الجديد: قوة عراقية ترفع خيام معتصمين ببغداد، وانتقادات للعنف المفرط. في صحيفة الجارديان: استراليا تزعم وقف عملياتها في العراق وسوريا، لكن ماذا عن الطيارين الاستراليين هناك؟ في القدس العربي: بغداد اختفاء طائرة تدريب يونانية يقودها طيار عراقي. وفي الفاينانشال تايمز: إدارة بايدن أرسلت الرسائل الصحيحة للشرق الأوسط، ولكن لا حلول سريعة. السلام عليكم. السلطات العراقية غالبا ما تنفذ أحكام الإعدام عقب كل عملية تفجير لتعزيز الطائفية وإذكاء نارها، وترسل لأتباعها رسالة مفادها أننا قد وجهنا الرد على الإرهابيين من خلال الانتقام من المحتجزين داخل سجونها. ففي عام 2019 تم إعدام أكثر من 100 محكوم بالإعدام، بينما أعدم 13 متهما. يتساءل الكاتب نظير الكندوري حول نية النظام في العراق من تفعيل أحكام الإعدام عقب تفجيرات بغداد. لم يمضي وقت طويل على التفجيرات التي شهدتها بغداد والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، حتى بدأت أبواق الفتنة الطائفية تنفذ سمومها عبر الوسائل الإعلامية التابعة لأحزاب السلطة وميليشياتها، بالإضافة إلى التعبئة التي تقوم بها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنادي بضرورة الرد على الأعمال الإرهابية وتنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء العراقيين. هذا الأسلوب الذي طالما كرره نظام الحاكم فيما سبق لا يدع أي مجال للشك في أن هناك علاقة وثيقة ما بين التفجيرات التي شهدتها بغداد وما بين هذه الدعوات الطائفية التي تريد تنفيذ أحكام إعدام بحق شباب في جلهم من المكون السني، والذين انتزعت اعترافاتهم بأساليب وحشية حتى يتم تثبيت تهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي في حقهم. ولم تمضي إلا أيام قليلة حتى تصدر خبر تصديق أحكام الإعدام بحق 340 متهماً بالإرهاب من قبل رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، استغلالاً للجو العام الذي خلقته تلك الأجهزة الإعلامية من تعبئة إعلامية لخلق حالة تعبئة شعبية حتى يتم تمرير تنفيذ تلك الأحكام الجائرة بحق شباب عراقي لم يتم التأكد من تهمة انتمائهم لتنظيمات إرهابية. هذا الأمر دعا العديد من المنظمات السياسية والحقوقية لاستنكاره وإبداء تحذيرات من خطورة تنفيذ هذه الأحكام. يقول الكاتب: ساحة الطيران وسط بغداد قال كلمته الثابتة والواضحة: إن الزمن الذي كنتم تخدعون فيه قد ولى، ولن تستطيعوا بعد اليوم تمرير خداعكم الطائفي علينا، لأننا نعرف تماما إلى أين تريدون أن تقودوا المجتمع العراقي. ضمن العراق لنفسه دفعة ب 2 مليار دولار من شركة النفط الصينية المملوكة للدولة، ومن المهم أن يتم الدفع مقدما مقابل الإمدادات المستقبلية من المحروقات، وهو أحد شروط الجانب العراقي التي فرضها لحاجته الملحة والعاجلة لإيجاد مصادر تمويل لتغطية التزامات الحكومة الاجتماعية على خلفية انهيار أسعار الطاقة العالمية. حول القروض التي تأخذها الحكومة في العراق كتب فالح الحمراني في صحيفة المدى: وهذه هي المرة الأولى التي يقترح فيها العراق صفقة دفع مسبق للنفط الخام، ويستخدم فيها النفط بشكل فعال كضمان للحصول على قرض، كما أنه زمنياً آخر مثال على إقراض الصين لمنتجي النفط المتعثرين من خلال الشركات التجارية والبنوك التي تسيطر عليها الدولة. ويشير عدد من الخبراء في هذا الصدد إلى أن هذه الصفقة تصب في مصلحة بيجين وليس بغداد،
لكن الأخيرة لم يكن لديها خيار آخر. وتأثر الاتفاق أيضاً بأحدث اتفاق لأوبك بلس هذا الشهر، ويذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن خفض طوعي إضافي في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً في شباط أذار كجزء من اتفاق يحافظ بموجبه معظم منتجي أوبك بلس على استقرار الإنتاج في مواجهة عمليات فرض القيود الجديدة المتعلقة بعدوى فيروس كورونا. وسمح لعضوي أوبك بلس روسيا وكازاخستان بزيادة إنتاجهما بمقدار 75 ألف برميل يومياً في شباط و75 ألف برميل أخرى في آذار المقبل. وأشير إلى أن هذه الزيادة في الإنتاج المسموح بها لروسيا وكازاخستان كانت أقل بكثير مما طالبته، حيث طلب البلدان أوبك بلس بزيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً في شباط كما فعلت في كانون الثاني الماضي. كما أعلن العراق بشكل غير متوقع أن لوك أويل لتاسو ستصبح مستثمراً في مشروع الناصرية لاستخراج النفط، وعلى الرغم من أن لوك أويل لم تبدي على مدى سنوات الاهتمام بهذا المشروع. في السابق فشلت الشركة والسلطات العراقية في الاتفاق على شروط الاستثمار، بما في ذلك تغطية تكاليف المستثمر، ولم تعلق لوك أويل لتاسو على ما إذا كانت الشركة ستوفر بالفعل تمويلاً لتطوير الناصرية. يجري وزير المالية علي علاوي محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي قيمته 6 مليارات دولار حسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ. وذكرت وكالة رويترز من جانبها أن المبلغ عرف وفق طلب الحكومة العراقية على أنه مساعدة طارئة بموجب أداة التمويل السريع بترتيب طويل الأمد لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها. عن هذه القروض المدمرة كتب جاسم الحلفي في موقع شفق نيوز. السؤال هنا هو عن أي إصلاحات يتحدث الوزير؟ هل ما زال يعتقد أن الورقة البيضاء هي خريطة الطريق نحو الإصلاح وطريقه القويم؟ وينسى أن التفاؤل الذي أريد له أن يكون غطاءً لتمرير مشروع الاقتراض الداخلي والخارجي هو في الواقع مخدر وقتي انتهى مفعوله؟ يبدو أن العمل يجري على قدم وساق لرهن العراق لدى صندوق النقد الدولي؟ الذي يفرض الالتزام بقيوده التي ستجبر الحكومة العراقية في المستقبل على رفع الدعم وتوسيع القاعدة الضريبية للأجور وزيادة تسعيرة الكهرباء وفرض ضرائب على رواتب الموظفين وزيادة أسعار الوقود وغيرها من الإجراءات المجحفة والمؤلمة بالنسبة للعراقيين الذين يعانون الأزمات بحسب تصريح مسؤول عراقي لجريدة العرب الجديد. معلوم أن صندوق النقد الدولي ليس جمعية خيرية، وإنما مؤسسة مالية لخدمة رأس المال العابر للجنسيات، وسبق لشروطه أن دمرت البلدان التي أجبرت على الاقتراض منه والتي نتج عنها من بين ما نتج ازدياد الفجوة الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء وتفاقم الفقر الفاحش والمذل. فأي مستقبل ينتظر العراق واقتصاده وموارده في إطار منهج التوحش هذا الذي يحاول الوزير جر العراق إليه؟ يبدو أن قانون الاقتراض وإضعاف قيمة الدينار العراقي هو بداية طريق رهن العراق، وها قد جاء العجز البالغ 72 تريليون دينار في موازنة 2021 بحجم 164 تريليون دينار ليؤكد الإصرار على نهج الخراب هذا. نشر صحيفة الجارديان مقالا للصحفي الاسترالي بول ديلي حول دور الطيران الاسترالي في الشرق الأوسط، وإن كان قد انتهى بالفعل قبل 3 أعوام. وكشف الكاتب أن الطيران الاسترالي الذي انتهى دوره في الحرب ضد تنظيم الدولة من المفترض أنه توقف بعد هزيمة التنظيم قبل 3 أعوام، لكن ما لا يعرفه الرأي العام الاسترالي أو البرلمان الفيدرالي هو أن الطيارين الأستراليين يقومون بقيادة القوى الجوية البريطانية المقاتلة وإدارة الطائرات المسيرة في العراق وسوريا. الدور الذي يلعبه الطيارون الأستراليون في توجيه الطائرات المسيرة وهجماتها في الشرق الأوسط يظل غامضاً في أحسن الأحوال. وترددت وزارة الدفاع الأسترالية بالإجابة عندما سئلت أبسط الأسئلة، فيما تم الضغط على الحكومة الفيدرالية لتوفير إجابات. وبالتأكيد يمكن فهم غياب الشفافية الذي بعلم رفض وزارة الدفاع الكشف عن تفاصيل حول عدد عناصر
سلاح الجو الأسترالي الذين يقودون الغارات بطائرات مسيرة ضد أهداف تنظيم الدولة في الشرق الأوسط أو المواقع التي يعملون منها. وقال إن التقرير عن الانتشار هذا يطرح أسئلة مهمة نعتقد أن الرأي العام الأسترالي يستحق إجابة عليها، وهل كان نقص الطيارين البريطانيين بسبب قلة عدد من يريدون القيام بهذه العمليات؟ وما هي طبيعة هذه العمليات القتالية وموجهة لمن؟ وماذا يعني وجود سلاح دفاعي جوي في العراق وسوريا؟ وما هو الأساس القانوني للقيام بهذه الهجمات في سوريا؟ ومنذ حزيران يونيو عام 2020 سجلت زيادة نسبية في هجمات الطائرات المسيرة البريطانية، ووصلت إلى 32 هجمة مقارنة مع كانون الثاني يناير وآذار مارس بحسب وزارة الدفاع التي زودت الأرقام بناء على قانون حرية المعلومات لموقع درون ووردز، وهو ما يطرح سؤالا عن طبيعة الهجمات الأسترالية وإن كانت في الحقيقة أسترالية الطابع. قال نائب مدير برنامج آسيا في مركز وورد ويلسون الدولي للباحثين مايكل غلاغلمان بمقال نشرته مجلة فورين بوليسي إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قدم نفسه في الآونة الأخيرة كمدافع عن مسلمي العالم، لكنه لم يقل ولا كلمة تتعلق بممارسات حليفته الصين ضد مسلمي الإيغور. ومن الواضح أن خان ينظر لنفسه كمتحدث باسم القضايا الإسلامية، لكن عمل خان للدفاع عن القضايا المسلمة يشوبه نقص في صمته عما يجري للمسلمين في الصين، مع أن مأزق المسلمين الإيغور في إقليم تشانغ يانغ معروف، وهناك أكثر من 10 ملايين مسلم يعيشون في الإقليم تحت رقابة دائمة. ومنذ عام 2017 تم احتجاز مئات الآلاف منهم ليصل عدد المعتقلين اليوم إلى 1 مليون مسلم، ومنهم نساء متزوجات من باكستانيين أكثر من 200 امرأة وفقاً لتقديرات. وتجري في داخل معسكرات الاعتقال عملية تجريد المسلمين من هويتهم الدينية، وبحسب ريان الباحث في شؤون الإيغور يجبرون الناس في مراكز الاعتقال على القول أنا لست مسلما. وقال معتقلون سابقون إن الإيغور وغيرهم من المعتقلين المسلمين أجبروا على تناول لحم الخنزير في يوم الجمعة وتمت معاقبتهم بصرامة عند رفضهم. وخارج المعتقلات حاربت السلطات الصينية الإسلام حيث حرمت صيام رمضان واعتبرت ارتداء الحجاب وإطلاق اللحية علامة على التشدد. وتوسعت عمليات القمع للمسلمين لتشمل المسلمين الهوى وغيرهم من مسلمي الأعراق الأخرى الذين يشعرون أن تقاليدهم باتت عرضة للتهديد وكراهية الإسلام مستشرية في الصين ويتم التسامح معها في المواقع الموالية للحكومة. ما هدأ لبنان يوماً منذ إنهاء الاحتلال الفرنسي الذي زرع بذور الانقسام الطائفي فيه في رؤية قاصرة لم تسقط بالتقادم، دونت في دستور جزأ الشعب الواحد وعزله في مساحات جغرافية ضيقة لا تلتقي الواحدة مع الأخرى إلا عبر شوارع المرور. ما زالت باريس تمسك بيدها الملف اللبناني وكأنها الوصي الأبدي على هذا البلد الذي تمزقه الحروب الطائفية والتدخلات الخارجية التي مست سيادته وعبثت بقواعد أمنه واستقراره دون أن تحرك ساكنا في دائرة التزاماتها، مقال الكاتب عبد الرحمن جعفر نشرته صحيفة الشروق الجزائرية. فرنسا رأت في الانقسام الطائفي توازنا بين أبناء الشعب الواحد، رؤية ما زال ترعى في مداياتها في أرض تحترق كل يوم 1000 مرة تحت غطاء الواقعية السياسية في إدارة شؤون مجتمع متنوع الأديان والأعراق. فرنسا كأنها لم ترى في عهدها الاستعماري شعباً متنوعاً في تركيبته تفرض عليه الانقسام المولد للحروب الأهلية التي لم تنتهي، مثل ما رأت لبنان برؤية قبلية حكمت عصراً جاهلياً ما زال حياً في عصر حديث. قسمت الرئاسة الثلاث على أساس طائفي، رئيس مسيحي ماروني، رئيس برلمان مسلم شيعي، ورئيس وزراء مسلم سني، ووزارات ومؤسسات قضائية تتوزع بين الطوائف في ظاهرها توزيعاً عادلاً، وفي جوهرها صراع وفرقة في تركيبة نظام حاكم يتناقض مع مبادئ جمهوريتها التي تتفخر بعلمانيتها المدنية التي لا تعرف الفوارق.
كوارث إدارة فرنسا للشأن اللبناني تتوالى دون بارقة أمل بتوقفها. ومنذ انفجار مرفأ بيروت المدمر مادياً وبشرياً، ما زال الرئيس إيمانويل ماكرون يتلمس الطريق بخطوات متعثرة نحو تطبيق مبادرته المسماة بالإنقاذية وتجاوز ما تعترضها من انتكاسات خيبة الآمال في ظل العجز المتواصل عن تشكيل حكومة ترضي كل الأطراف. الجوع يضرب لبنان المعلن عن إفلاسه والإصلاح السياسي المستحيل شرط فرنسا والدول الداعمة لإنقاذه، وهي العاجزة عن السيطرة على ما آلت إليه الأحداث وضبط جموح قواه السياسية الرافضة لأي توافق في تشكيل نظام وزاري حاكم. إلى الخبر الذي يحتوي على معلومات طبية وصحية، حيث يحتوي البصل على مادة أكريكتين التي تقوي جدران الأوعية الدموية ولها تأثير عام مضاد للالتهابات. ونقلت وسائل إعلام روسية عن الأخصائي ميخائيل جيزنبورغ قوله إن البصل من بين الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، الأمر الذي يمنحها قدرة علاجية عالية. وأضاف أن الكثير من الناس لديهم رؤية أو بؤر خاملة للسرطان ويمكن أن تصبح بعضها نشطة في أي لحظة. وتابع أن الورم السرطاني ينمو عندما يبدأ جنينه في النمو مع الأوعية الدموية التي تساهم في انتشاره، لكن بعض الأطعمة تحتوي على مواد تمنع حدوث ذلك ومن بينها البصل. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.